شوفوا قد ايش صغر هالبي سي ويشغل الالعاب بدقه توصل ل 8K. هلا والله فيكم، اليوم بنوريكم تركيب جيمنج بي سي من نوع سمول فورم فاكتور، يعني بحجم صغير. والان خلونا نبدا. بدانا التركيب باننا نزلنا معالج انتل i7-13700F في المذر بورد اللي هو ASUS TUF Gaming B760M Plus Wi-Fi، وضمن التجميع ركبنا ذاكرتين Corsair MP600 Core XT اللي من نوع NVMe بحجم 2 تيرا لكل واحدة، وجهزنا قواعد مبرد المعالج قبل لا ينزل المذربورد في الكيس. وعلى موضوع الكيس، استخدمنا في التجميع ASUS Prime Case AP201 وهو مناسب للمذربورد بحجم مايكرو ATX. وطبعا خلال التركيب مدينا أسلاك قطع البي سي للجهة الثانية بشكل مستمر والمخصصة بتنظيم أسلاك الجهاز. بالنسبة لرأس المبرد، مسحنا عنها معجون التبريد اللي جاء من شد بلده عشان نستخدم معجون ASUS ROG RG07 قبل نثبت رأس المبرد على المعالج. وبدأنا تجهيز مبرد المعالج اللي هو ASUS ROG Strix LC2 360 ARGB بأننا ربطنا المراوح في الرادياتر وبعدها ركبناه في سقف كيس البي سي. بالنسبة لمزود الطاقة اللي هو ASUS TUF Gaming 850 واط الفئة جولد، ويتميز انه Fully Modular، وهذا يعني ان نقدر نشبك الاسلاك اللي نحتاجها فقط من جهة المزود، والاسلاك موضح عليها اي من الجهتين تشبك في المزود بكتابة PSU. والان جاء الدور على كرت الشاشة ASUS TUF Gaming RTX 4080 OC Edition اللي يتميز ب 16 جيجا رام GDDR6X وامكانية overclock من شد بلده اللي يخلي سرعته توصل الى 2625 ميجا هرتز، والرام اللي ركبناه Corsair Dominator Titanium بمجموع 32 جيجا DDR5، وطبعا كل واحدة بسعة 16 جيجا. وسوينا ترتيبات نهائية مع أسلاك البي سي وشبكنا وصلات مراوح الـ RGB للمبرد، وآخر حاجة رجعنا أغطية الكيس مثل ما كانت. البي سي الآن صار جاهز، شغلناه لأول مرة وشكله من الداخل جدا جميل مع إضاءات قطع الـ RGB، وجهزناه بكل التحديثات اللي يحتاجها الجهاز، وحملنا عليه تطبيقات الألعاب مثل ستيم وغيرها. وهذا كان فيديو تركيب البي سي، تابعونا في فيديو قادم عشان نوريكم تجربة الألعاب وردة فعل مديرنا الرهيب.